كوكو تو الموند، دو سابلي بريستيج بون سول بات. نبدو بلا بات، درت ربع بيضات و 500 غرام دهن، غربلت 8 مغارف سكر كلاص، زدت 5 مغارف لحده، خلطت وزدت 5 مغارف كاكاو. كيما عندكم كاكاو يجي فيه كالحجر، سكيفي اوبليجي نغربلوه ونلمو ليوتو بلا فارين. زدت 1 ساشي دو لوفيغ شيميك ونلمو واحد اللي متوليش تتلصق. اتونسيون ما تدلكوهاش، غير نلموها. نطالو لا بات و السمك يكون 0.5 سنتيمتر. استعملت دو فورم ديفيرونت تاع لي زونبورت بياس، نديرهم في الصني وندخلهم يطيبو على 180 درجه وما تحرقوهمش. لصقت بين كل حبه بالنيس لي كراميل. لا فورم مدوره درت لها شوكولا نوار، استعملت هاد ترانسفير تاع عيد مبارك. لاسوس كي ديروا شوكولا في المول دخلوه في كونجيلاتور، زدت له هناك كري دوري ولصقتهم بشويه شوكولا. فوتو دوزيام موديل، دوب شوكولا سافير غو كراميل. استعملت هاد المول تاع نص دويره، عمرتهم بالشوكولا وخليتهم يبردوا. عمرتهم بكابريس كراميل، زدت حبه لوس ونص بندق، لصقتهم بشويه شوكولا ونميلوهم غير شويه. زدت اون توش تاع كري دوري. بور بلوس دو ريسيت دخلوا عندي بروفيل شيف سوزان.